انا دكتور اشرف جمال جراحه اوعيه دمويه بطب اسيوط. احنا النهارده في مؤتمر اي في سي اسكندريه. حظنا كويس ان احنا جات لنا فرصه نشارك في المؤتمر، وحظنا احسن ان احنا جات لنا فرصه ان احنا نتكلم على حاجات عامه تخص المرضى اللي بيهتموا او عندهم مشاكل تبع جراحات الاوعيه الدمويه المختلفه اللي بنسمع عنها. ناس كتيره في ما تعرفش ايه دكتور جراحه الاوعيه الدمويه، بيعمل ايه الدكتور بتاع جراحه الاوعيه الدمويه، انا عندي يبقى عندي ايه عشان اكشف اوعيه دمويه. طبعا جراحات الاوعيه الدمويه موضوع كبير وفيها حاجات مختلفه كتير قوي. جراحات الاوعيه الدمويه وجه عام لها علاقه بامراض الشرايين وامراض الاورده. امراض الشرايين زي القصور في الدوره الدمويه سواء الحاده او المزمن او تضخم الشريان. امراض الاورده زي الدوالي اللي بنسمع عنها كتير. امراض تبع برضو جراحه الاوعيه الدمويه زي القدم السكريه والتهابات القدمين نتيجه ارتفاع مرضى السكر، ارتفاع نسبه السكر في الدم وعدم الاهتمام بقياس وعلاج السكر بصفه منتظمه. احنا هنا اتشرفنا في وجود البرنامج الفيديو التصوير اللي احنا بنعمله دلوقتي. عندي شويه اسئله قدمها لنا عشان نتكلم على بعض المفاهيم السريعه اللي تخص مرضى جراحة الأوعية الدموية. سؤال منهم بيقول ايه المفروض اعمله علشان اقلل معدل جلطات المخ او القلب؟ احنا طبعا عارفين ان اهم اسباب للوفاة في العنصر البشري هي تصلب الشرايين. تصلب الشرايين دوت ممكن يظهر في المخ ويظهر على شكل جلطة، أو ممكن يجي في القلب يبقى جلطة في القلب. جلطات القلب هي رقم واحد أو مسبب رقم واحد لوفاة الإنسان على وجه الكرة الأرضية، يليه جلطات المخ، يليه جلطات يليه السرطانات. فلما نعرف كده نعرف لما نقول الكلام زي كده نعرف إن تصلب الشرايين بوجه عام مشكلة كبيرة لازم ناخد بالنا منها. طبعا الاسباب المؤديه لتصلب الشرايين معظم الناس عارفاها طبعا، اللي هي ارتفاع ضغط الدم، اللي هي مرض السكر بالذات لو كان مش متعالج كويس، ارتفاع نسبه الدهون في الدم، طبعا السمنه المفرطه بشكل واضح، عدم بذل مجهود او عدم ممارسه الرياضه بصفه منتظمه من الحاجات اللي بتساعد، التدخين من أسوأ الحاجات اللي ممكن تؤدي الى زياده معدل تصلب الشرايين. فلو هنتكلم عن الخطوات اللي احنا نقدر نعملها، طبعا الحاجات اللي احنا عارفينها اللي هي نحاول نهتم بنوعيه الاكل، نحاول نمتنع او نقلع عن التدخين باي شكل من الاشكال، الاهتمام بممارسه الرياضه بصفه دوريه بحيث ان احنا نقلل معدل تصلب الشرايين. ناس بسؤال تاني بيقول هو لو عندي تاريخ مرضي ده ممكن ياثر على انسداد الشرايين؟ طبعا التاريخ المرضي مهم جدا في تشخيص انسدادات الشرايين سواء الحادة او المزمنه. يعني لو انا مريض القلب وعندي جلطات، عندي اضطراب في ربضات القلب، عندي مشاكل في صمامات القلب، مركب صمام صناعي، دي كلها حاجات ممكن تعمل لي قصور حاد في الدوره الدمويه نتيجه الجلطات. سؤال تاني بيقول نفس السؤال، لو انا عندي راجل، لو انا عندي الاعراض اللي قلنا عليها او عوامل الخطوره اللي قلنا عليها بتاعه تصلب الشرايين، ده ممكن يجي لي قصور مزمن في الدوره الدمويه واكتشف ان الدم مش واصل كويس، اللي هي السكر والتدخين والضغط المرتفع اللي مش متظبط، دي كلها حاجات ممكن تؤدي الى مشاكل. سؤال تاني بيقول في فحص دوري المفروض اعمله علشان اقي نفسي من امراض الشرايين؟ طبعا بالنسبه لمرضى السكر طبعا لازم ننبه عليهم يهتموا بقياس وعلاج السكر وتظبيطه بانتظام. الجماعه اللي عندهم ارتفاع في نسبه الدهون بالدم مهم جدا ان هم نقيس الكوليسترول والدهون الثلاثيه بصفه منتظمه، ونحاول نصلح الـ 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 معدلاتهم في الدم بالتعاون مع اطباء الباطنيين واطباء الغدد الصماء. لو في حد عنده مشاكل في ضغط الدم طبعا لازم نتعاون مع نهتم بقياس ومتابعه ضغط الدم ونوصله للعلاج المظبوط. دي كلها حاجات لازم اعملها واطمن عليها شويه اول باول. سؤال هنا بيقول ايه الفرق بين الشرايين والاورده؟ الشريان والاورده فرق بينهم كبير جدا. الشريان هو اللي بياخد الدم من القلب يوصله لكافه اجزاء الجسم، وده اللي بنحس عليه النبض زي ما بنشوف عند الدكتور في كل
في الزيارات الطبيه لما يحب يقيس على ضربات القلب او كده. اما الاورده هي اللي بتاخد الدم من اجزاء الجسم ترجعها لقلب تاني، دي تبقى ما يعني الجزء اللي بنشوفه منها هي الاورده السطحيه اللي بتبقى باينه زي العروق اللي بتبقى زهره تحت الجلد، ودي طبعا دي اللي بناخد فيها الابر او الحقن الوريد اللي احنا عارفينها او بنسحب منها عينات الدم. وطبعا ده ما ينفعش يشتغل مكان ده، يعني اذا كنت اعرف ادي حقنه في الوريد علشان اعالج الم او برد حيوي او ما ينفعش الحقنه اخدها في الشريان تعمل لي مشكله كبيره، فدي حاجه ودي حاجه، ولازم طبعا نبقى عارفين الفرق بينهم كويس. سؤال تاني بيقول ايه اللي يخليني عرضه اكتر للاصابه بامراض الشرايين عن باقي الناس؟ طبعا ده بيفرق اي مرض شرايين احنا بنتكلم عليه. لو بنتكلم مثلا على الاورده، طبعا العامل الوراثي خليك عرضه اكتر للاصابه بامراض الشرايين. جماعه اللي هم الوالد او الوالده او الاهل او الاعمام او الاخوال عندهم دوالي، بنعرف ان ممكن يكون عندك دوالي اكتر. طبيعه العمل الشاقه اللي بتتطلب وقوف لفترات طويله، دي كلها حاجات ممكن تؤدي الى زياده الدوالي. السنه ممكن يكون من الحاجات اللي تزود معدلات الدوالي الساقين. فيما يخص الشرايين اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده، برضو الحاجات اللي ممكن تاثر على القصور المزمن للشرايين اللي هو التدخين زي ما قلنا قبل كده، وارتفاع ضغط الدم وكل عامل الخطوره اللي اتكلمنا عليها قبل كده. السؤال بعده بيقول محتاج اغير حاجه من اسلوب حياتي بعد العلاج؟ طبعا المسببات هي المسببات، سواء قبل العلاج او بعد العلاج. اذا كانت المشكله حصلت لوجود مسببات معينه قبل العلاج، نتوقع ان استمرار المسببات ديت هيؤدي لرجوع المشكله حتى بعد العلاج. يعني مريض القصور المزمن في الشرايين بعد ما نعمل له عمليه تدخل او بنوسع الشريان ببالونه، نركب دعامه او نعمل حتى شريان صناعي او عمليه البايباس المشهوره، اذا كان عارف ان هو جات المشكله من الاساس عشان السكر اللي مش متظبط او التدخين او ارتفاع ضغط الدم، ما لازم اتوقع ان الحاجات دي لو فضلت مش معملها كنترول او مش عاملين حسابها كويس، بعد العلاج برضو هترجع تحصل مشاكل تاني وهنضطر نعيده تاني من الاول. فقطعا لازم نكون عارفين ان الاسباب موجوده، لازم نحاول يا اما نلغي الاسباب اللي نلغيها او نعدل الاسباب اللي ما ينفعش نلغيها. سؤال تاني بيقول اعمل ايه لو انا عندي جراحه؟ طبعا الجراحات تختلف، طبيعيه الجراحه ونوعيتها ونوعيه التخدير المصاحب ليها، ده سؤال عام جدا. لكن نقدر نقول ان في جراحات بتتعمل ببنج موضعي، فدي ممكن يكون ليها تعليمات بسيطه شويه. في عمليه بتتعمل جراحات بتتعمل ببنج كلي، في جراحات بتحتاج لفتح البطن، في جراحات بتحتاج في الاطراف، الوضع يختلف تماما. ده طبعا لازم يتراجع مع الطبيب كويس قبل دخول الجراحه. لكن في المعتاد الحالات اللي محتاجه بنج كلي بيبقى المريض طبعا لازم يبقى صايم قبلها بفتره كويسه. ما يتوقفش على علاج الضغط او القلب اذا كان بياخد ضغط لاي سبب من الاسباب. لو كان بياخد علاج للسيوله او حاجات ادويه بتساعد في نسبه سيوله الدم، نبقى عاملين حسابنا كويس ان احنا الدكتور عارف تماما ان في نسبه سيوله عشان نقدر نوقفها قبلها قبل حدوثها بفتره مناسبه. اما تفاصيل كل عمليه والبريكوشنز او الاحتياطات المفروض ناخدها، طبعا الدكتور لازم يتكلم معاكم بالتفصيل في كل حاجه من الحاجات اللي ناوي يعملها ان شاء الله. What should I expect after surgery؟ السؤال اللي بعده بيقول اتوقع ايه بعد الجراحه؟ طبعا الجراحه بقى زي ما قلنا الجراحات ده مش حاجه او حاجتين، دي حاجات كتيره جدا. اذا كان في علاجات دوالي اتوقع ان انت هتلبس رباط ضاغط لفتره علشان بعد الجراحه لاسباب مهمه فيما يخص التئام الوريد، التئام مكان نزع الوريد او حرق الوريد. اذا كانت العلاج خلايا لعب شرايين اتوقع ان المريض هيمشي على علاج، وفترات العلاج هيحددها الدكتور وطريقتها اللي هيمشي عليها. طبعا الحاجات التفاصيل الدقيقه جدا لكل عمليه لازم تكون معروفه بالكامل من قبل الطبيب للمريض ومفهومه تماما قبل ما يحصل اي مضاعفه. عندي اسئله ثانيه عن الدوالي. طبعا الدوالي عارفين ان هي تضخم في الاورده اللي ظاهره في الساقين وفي الطرفين السفليين، ويبقى شكلها زي ما احنا عارفين واضح وباين، وساعات بيبقى مصاحب ليها اعراض زي تورم في الرجلين، زي الم اثناء الوقوف والجلوس لفترات طويله، زي ظهور الاورده بشكل شبه
العنكبوت او يبقى مخططه بشكل شكلها مش لطيف، ساعات بتبقى الامور اصعب ويبقى فيه بقع في الجلد، ساعات بشكل اسوأ ويبقى فيها قرح. فطبعا دي كلها حاجات تخضع للدوالي والارتجاع في صمامات الاورده وارتفاع نسبه ضغط الدم في الاورده، دي كلها حاجات بتؤدي للدوالي. طبعا احنا بنمنع الدوالي بان احنا اول حاجه الرياضه وممارسه المشي او الجري بصفه مستمره، ارتداء شرابات ضغط واقيه للناس اللي بتقف لفترات طويله زي الجماعه اللي بيبقوا واقف بفترات 10 ساعات 8 ساعات مستمر، الطباخ، الحلاق، الدكتور، الجراح، الناس اللي بتحس بمشاكل الوقفه لفتره طويله يستحسن يتابع الموضوع ده اول باول. الرياضه زي ما قلنا من الحاجات المهمه انها بتساعد حركه الدوره الوريديه في الرجلين وبتحسن ضخ الدم من تحت لفوق من الاطراف لاعلى القلب. وطبعا زي ما بدنا عرفنا الاسباب نقدر بسهوله نتوقع ازاي نتحاشى الاسباب او نعدل من الاسباب او نصلح من الاسباب بحيث الامور تستقر ان شاء الله. السؤال تاني بيقول هل في اتابع بشكل معين؟ احنا كلنا بننصح بالكشف العام كل فتره، واعتقد الطبيب العام اللي هيكشف عليك في اي وقت من الاوقات هيقدر يقول لك اذا كنت محتاج تشوف جراح او عياده مويه في اي وقت لو الامور او الشكوى زادت. اما طبعا لو في التهابات او في مشاكل واضحه في القدم وظاهره بشكل يبدو للعيان بسهولة او عامل مشاكل وألم للعيان بسهولة، ما اعتقدش ان احنا المفروض ننتظر لاي وقت، لا نتوجه لاقرب طبيب او جراح او عيادة دموية عشان نشوف الامور تمشي ازاي. اعتقد دي جاوبنا على معظم الاسئلة الموجودة عندنا، واتمنى ان المرة الجاية يبقى عندنا مجموعة تانية من الاسئلة نقدر نجاوبها لكم ان شاء الله.